يعني مجهود جبار يا دكتور محسن. أنا عايز أتكلم عن دور هيئة الاستثمار في ده، وعن الاتفاقيات اللي وقعتوها مع دول، هم كتير يعني، مع دول زي أوزبكستان، اليونان، قبرص، إثيوبيا، أوغندا، إيه تاني يعني، كتير. كلمني عن الاتفاقيات دي أو مذكرات التفاهم، يعني إيه الهدف منها؟ بص يا فندم، في 4 أو 5 حاجات بتهدف ليها مذكرات التفاهم. جزء منها هي الترويج للاستثمارات المصرية، جزء تاني هو تبادل الخبرات. انا عندي خبرات قويه النهارده في مجال الخريطه الاستثماريه، في مجال انشاء مناطق حره، في مجال تشغيل مناطق استثماريه، في مجال توسعات للاستثمار، في مجال عشرات من الحاجات ديت. لكن حقيقه الامر ان جزء رئيسي من الخبرات اللي موجوده عندي يحتاج الى كمان خبرات من دول تانية اشتغل في ترويج الاستثمار، اشتغل في تطوير البنيه التحتيه، اشتغل في حاجات من دي، فلازم يكون في تبادل خبرات. الجزء الثالث هو التنسيق في المواقف المشتركه على مستوى العالم، لان في احيان كثيره جدا بتبقى هناك طروحات او افكار بتبقى موجوده، زي مثلا اللي موجود دلوقتي بالنسبه لتقييد حريه التجاره من بعض الدول، او ان احنا نتحول من منطقه التجاره الحره الى مناطق تانية، او مثلا فكره ان في بعض الدول بتقول ان المنتجات الموجوده في بعض المناطق الحره لا تعامل معامله المنتج المصري مثلا. فدي كلها امور كانت بتحتاج دائما الى تنسيق مواقف. العنصر الرابع هو ان احنا بنبقى كمان جزء مكمل لخطه الدوله بالنسبه للتعاون مع عدد كبير من الدول، بالذات الدول الافريقيه. احنا النهارده بنتوسع في التعاون معاهم عشان ننقل عدد كبير من الخبرات اللي موجوده عندنا لهذه الدول لانشاء بنيه تحتيه اقتصاديه بالنسبه ليهم في مجال الاستثمار. العنصر الخامس، وده عنصر هام جدا كمان بالنسبه لنا، هو مساله ما يطلق عليه اسم التدريب المشترك، ان احنا بنبدا ننقل خبرات تدريبيه مشتركه بيننا وبينهم. لكن خليني اقول لحضرتك على نقطه مهمه قوي، يعني لما بيجوا الناس من بره بيجوا يشوفوا عندنا حاجتين او 3 حاجات كبار قوي بيركزوا عليهم دايما. اولا المشروعات المتعلقه بالمناطق الحره الجديده اللي انا ذكرتها لحضرتك، بدءا بقى من كفر الشيخ للحرفيين في الجيزه، ليه منطقه مطوبس، في ليه منطقه المنيا اللي موجوده، منطقه نويبع، ليه منطقه السبعيه في اسوان. كل دي مناطق جديده احنا بنشتغل عليها. لكن في 3 مناطق هما بصراحه كانت هديه معالي وزيره الاستثمار للاقتصاد المصري.